الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. وحين نكسو جرى تفسير سورة النساء، نكسو جرى وحين نتشغن آيات بقول يكوبي أفرطا من سورة النساء آيات كوحكتين إن شاء الله تعالى كبلا بدون الله حيري. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين منافقينتو يخادعون الله إلهي بيدكريان وحي إلهي دكريان وهو خادعهم، والحال هو إلهي خادعهم يقعوا دكرايو أي إسليهن إلهي دكرا وحيرضي الطبلي مادة أن لا يدنكوغن إلهينا وحكا قرصوني مجرو. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا، وإذا قاموا مركي كعان منافقينتو إلى الصلاة صلاة أيو كعان قاموا وحي كعيا كسالا، حال أي عاجسيهين وأي صلاة كعلستهي بكعيا أي صلاة كوه سنيان وأي سليهين وعليس إذن صارا عن الدب أي كدريميا يكرهي يقو فرعون النشاط يفرح وكسوغي هاي صلاة أكعمايا إلا وحين كقنع الصنين يراؤنا الناس وحي مركيهين كسالا وحيهين ضميرك مستكنك كسالا أي قدن يسيكو قرصون بالغ حالين قرعات سوه سنة يوحيهن يراؤون الناس حال أي ضدك استصيان ولا يذكرون الله وحي ضدك استصيان ولا يذكرون الله والحال هم يقول لا يذكرون الله إلهي أين حسين أما يراؤون لقو عطفه قل لي لهذا وحي عاجسيهن ولا يذكرون الله والحال لا يذكرون الله إلهي أين حسين إلا قليلا أي إلا زمنا قليلا وقت يرموي وحك لا أين حسين انت سن لله كماءها استسنميكته أما إلا قليلا أي إلا ذكرا قليلا حس يرموي أنا حسك لم حسين قليلا وحبنان أزمنا ذا الذكر أما وقت يذا الذكر إلا قصر ريبه إلا ذكر وقت مدحد عيا وقت يقول نحن عيا وحلق السور ريبيا وقتا قليلا أما زمنا قليلا وقت ير أما مصدر كلق السور ريبيا اللفتيسة أو ولا يذكرون وحو تضمنا يا معنى مصدر إلا فعلك وحو كتصين يا الزمن إيا مصدر بو الله بضا كتصين يا هذه مصدر كلق السور ريبنا وحين نغنيس إلا ذكرا قليلا بين نغنيس حس يرمو إيانا حس كلا إلهي حس ما إيانا مذبذبين بين ذلك مذبذبين واسم مفعول وي وحيدتك استصيان مذبذبين حال أيهين قار لعلعليي أيهين أما وحي صلاة دوك عيان يغو كسالة مذبذبين حال أيهين قار لعلعليي أيهين بين ذلك قال الله سوشيغي دحدو دلقو علعليييو إيمانك إيا كفري دحدي ساي كنو نغنيان وقال لمدينة توس أمو جسن مايان ويقر سنيان إيمان خالصنا لا إيمان مايان إعفك باركي سي إيمان كلا إيمان أيان أم أمو جسن أيان لا إله أولاء ولا إله أولاء مذبذبين أيان لقى حالين أيان وحل العلي يقى لا إله أولاء أي لا منصوبين إلى هؤلاء حال أن لون نسبين إنن كواس ولا إلى هؤلاء كوانا أن لون نسبينين حالا لبدا قولو قولو دا مسلمين تا المؤمنين تا إيا قولو دا قالا دا قولنا أنقار لوغو نسبينين وصي خالصا أن لوغو نسبينين ومن يضلل الله كوكسو إلى هاي باديا فلن تجد له أهل ميسيد سبيلا وضعات كوهانون إسا أهل ميسيد آيادا إلى هاي وحين أشيغي يا منافقين تو إنا إلا إمانا يا خداع خداع وحي وذا دادا قاركو فسران مركي لقبين ايان الهي بي خيامين ايانو خداع خيانة يكو فسران لكن علماء المحققين تسيدي براروچيين وحي الهدين خيانة اي خداع فرقة او دحية واللبادوا كالدوين والعلامة محمد بن صالح العثيمين كتاب كيسا القواعد المثلى وحاو التلمام ايا خداع اي خيانة ان فرقة او دحية كالدوينتهي وخيانة أيتها خدعة في مقام الائتمان مر ليس آمني
إن للي ما أدوه لغر إيا خيامه وعد لغب الله انفره تاسو حل إلا ذا خيانه خداع نوحو يهي يدان ليس آمنين أو آن ليس ترينين لغر تلا السمية يطب تلا السمية أيا وحل إلا ذا خداع سيدا ساود إدباء النبي صلى الله عليه وسلم يري الحرب خدعة لغال خوات تب أخيانا مأرن سيدا ساود إدباء خيانة ذا سعامة وإله يدرعي إن الله لا يحب الخائنين إلهي خائنين تمتشعلا لكن خداع صدا لغا مأرن على سبيل المقابلة إلهي وإسهو صفيي مكرق أي خداع مد والبا لكن خيانا مرنب إسهو صفين أوحو الله يري إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم مركا خداعي وحي سوغ سيفاي على سبيل المقابله وصفاتك وحي وقير سما صفات مطلق اله الا لو سيفاين اي يقار على سبيل المقابله لو سيفاين اي ابدا نوع اي لو قيبيا سدا استهزاء على سبيل المقابله واله سوغ سيفاي والله يري واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم مركي منافقين تي استهزاء لي ما دين إلى هاي استهزاقي إنه استهزاء كأبا المرين يا أيو الشيخ وكذلك خدع يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون هاي الشيخ مركا آيدا سورة النساء أي لقابل سيئ وهو خادعهم لكن خيانة على سبيل المقابلة حتى إلى هاي سوق مصفين وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم يعني إلهي بيهر خيانة أولي ما الدين وفأمكن منهم حورنا يا ابن عثيمين فخانهم لمأرن وخيانة على سبيل المقابلة مركا يقول أولي ما الدين على سبيل المقابلة هي جزاءها لوغا مهرقين سيدا ساودين وحورنا يا عمد قاركود وركا أي لهدان من خان الله خانه هذا المعنى سوكلاء وحورنا يا ومنكر وإن لا استعمال ما على كل حال خداعه وحد نغونا يا ميد مركا تبت إيو نقرت اللمد أهأي نغونا مركا منافقين تو وحي دكريان إلهي بي دكريان رسول كيسا دي دكران وحي كد غيهن إلهي دكرين بمعنى أي دونين إلهي دكران مركا إلهي يا مؤمنين تا يا رسول كبا وحي دونين إلهي دكران إلهي بي دكريان ودقرتو ذكا جزين إيه صفات كان صفات المقابلة اللي يلاهدو بعض مسوغان او وحي لهدان ومجاز وعلى سبيل المشاكله يعني فعل بال لكينيا فعل كلام وقال في الشكل دي سال لو كينيا يدو معنيه سي ان لو جيدين مشاكله هو من قسم المجاز اكتوده اي قاركود سو ارورينيان هلكن او كلا مشاكله markay sheegayaan ama kutubta qarkood ba ay kaga waramayaan بيت مركا ليلاهدو وحيرين اللوران شري أبو رقعمق بيت ولي هاي بيكانان وحويري قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا وحيقوا يلاهدين بويري شيء أذيكم مركا وحوي عطس وحنكونا شرينا كرنتيسة صفي عمبا شيئا أدونتكو كرنينا فقلت اطبخوا لي جبة وقميصا وحن كو يري بو يري شبادي يا قميص يا كريا شبادي يا قميص كلا ما كريو يا انت ماها اي اطبخوا وحو استعمالي مشاكل اهانو يقا يري نجد لك طبخه مركا فعلكو فعل كمقابلين يا شكل يسيكو كينا يا معناها سوحو تشيدا اخيطوا لي اطلا مركا توليتان كي مركا لو استعماله فعل آنو لهين سرتي سلوك نطاس وكلا وحلا مشاكلة مركا وحيليه وهو خادعهم إلهي خداع كمدعى واستهزاء كمدعى ومكر كمدعى وحلو تشيدا وعقابا يا أمبالو تشيدا لكن صفة الخداع هي صفة المكر هي صفة الاستهزاء ولو على سبيل المقابلة لو هم الصفين إطلاقا بإلهي علماء أهل السنة والجماعة أساس هذا مقبان وحي قبان صفاتك هو مطلقة مقيدة صفات مطلقة يا صفات مقيدة أي لبدا النوع بليهين صفاتك مطلقة وهو إطلاقا سيد ديس ربي لوغو صفيه صفاتك مقيدة كاهنا
وصفات أن إطلاقا لوغو صفين لكن عد التي مادا وإلهي قابل سينيو يعني صفة عن صفة ذي لم ذاهين وككمال بدن وكيف هانا كشبهين لكن خداعي استهزاقي مكري وخدعي أسوأكو ذا قليس ويا وحي لهذه الأشياء قاركود إن عد الوصفة يصي إطلاقه ومدحي إما كعلم هذه عد الوصفة يوم مطلقها الوصفة يوم اللي لذا علم ليهي وصفة أمانة كلامك وصفة أمانة أودي وصفة أمانة يعني إطلاقا اللغو صفيه لكن نقرت سم مطلقا إن عد اللغو صفيه اللي يرادو عدا سوى نقر صعونا إساء اللي يرادو ميا الله أماني مسوى العين دوحي نغونا إساء والا دليعي إلا يرادو عدا سي حتى عدي نقرت ما نقري كرو ميا الله أماني مسوى العين دوحي نغونا إساء مركا وحوي عيب نغونا إساء لكن هدي اللي يرادو عد ما نقرو عد نقرت مويانا عدي نقر لكي وكشنا إياه ويساقا كقبضي إياه حي معنون غنيزة سمدح معها مركا صفات كقاركود على سبيل المقابرة أي مدح أيهين نبي نوح محيري إن تسخروا منا فإنا نسخروا منكم دون ذي مركو السمينة أي وإلى هاي كولي دون ذي السماء وإن قال ذي مركا إنت أي مادين كود دكتين وكود شاسين وما نشار بابا طلع هذا مركا صاد ودو حكولي إن تسخروا منا فإنا نسخروا منكم كما تسخروا هذا نقول له اللي عشان نقول ديكتان sida noogu dheeleereysan in noogu diganaysan oo kala aanu idin ku digan doona dawa maxay waa marka cadaabku ku dhaco marka aan anagu suqriyada idin ku sameyn doona marka suqriyada laakiin si mutlaqa in la yiraahdo cidaasi waa dheeleel badan tahay oo waa dheeleel miiran tii aman ma laakiin cidii ku dheeleeshay inuu ku dheeleelo ama cidii ku digata inay cidii ku digata waa madhi marka waxa weeye ala kulli xaal sifaadka soo arooray ربي اسكسفيي ولو على سبيل التقييد بها اسكسفيا ما على سبيل المقابلة به وإن مركا ربي لوغو سفيا وسيدا لوغو قيدا وحانا ينغونا إسا صفاء صفاء مخلوقا لم ذاهين وحانا مركا سيدا وإلهي كودك ريو وحسوك لي سو كم ذا إنا وحوايا مركا ورى منافقين تنور سيو أو نور با مركا ورى لسينا مؤمنين تمركا نور لسيا يقنا نور ير لسينا نور كي مركا لسيا يرعف سنة يانا كسعنا يانا مؤمنين تهرأوا تلابسانا يانا وادافايا مركا دنبا يغا نوركي كدما يا ما شاي مرا يانا هو ميل مقدية مالين تا قيامي ميل مدوي مركا قلين سورة الحديد واتي الهيكو الشغف انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه في الرحمة وظاهره من قبله العذاب نوركي مركو كدمو وميلا يقول لغاقانا يركوا ايام بي ييران ومؤمنين تبو يران مركا سي ورنا سوغا نور كينا انو كدن بيل قادن لنا سوغا مؤمنين تمركا واكو ديغانا يان واكو دي الليلة يان قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا دبادينا اللابتو نور كالسوقاتا انو نور كوحانو كالسوقاتا اي حقا دنبي حقا دنبي علماء قاربا ميد بيكو فسرين علماء قاربا حيكو فسرين ماشي موقفك با نور كينا لغا سوسي ماشي كل لابتو نور كالدونتا نورا إفستان سيكارو كسي الدرن بالغو فسيرو إلا يري سببت النور كان الدنيا دي عمل كانو كل النبي إيمان كانو كل النبي بانو كهلا وهلا الدنيا دي كل لابتو انتا الدنيا دي كل لابتان إيماني عمل صالح انتا اللتي مادان نور كهلا يدي سياسة يارا دمي خيار بيو ليها الدنيا دي يدي بقول نغضا وهدي شل قد يغني مركا خداع لغو سمين ايو إيا استيزاق لغو سمين ايو أي أشياء دي سيسو قريس مركا إلهي وحينا الشيغية منافقين تمركا الصلاة وكعان صلاة دي يغا نيد أحينن وكراهية السنية ونعية وآهد أي وقع لصطحي وعاتي ساي صلاة وكعيان نية إلهي درتيان وقع مايان وحي وقع عيان وتكان عيان ضدك إنا استوسان درادين يعني الرياء قود وحوي ورياء المنافقين وحلي له رياء ومحي ومشتق من الرؤية خياء رؤيا لقصو اشتقاقا تعريف كالرياء علماء وحي لاذن وإظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدون عليها ساسي أهل العلم وكو تعريفيا سيد حافظ ابن حجر با وكو تعريفي خياء وحي لاذن عبادة لموتشيو وحان عبادة لموتشنا
إن يدتك أركان دونيس لدونا أيو أمرك أركان محاكا دلنيا أدبادنا يدتك كو أمانان والله هو أولاك سيهي ورسلوتو كان يسوس لا دونا شيء ماركيس قراءة يسوس لا يطهي ماركيس وحو خير سمييي ماركيس وحو بحييي ماركيس صدقاتك هائل كويناي وليني أو بحيي فيحمدون عليها قيد كادن بو فيحمدون عليها ومد مركا وحوي ضروري او تعريف كرياق لا تعريفني وايو عباده الا موجيو او لو موجيو اني ددكو كو ديدان اني ددكو كو امانان ان لوغا جيدين درياقي مركا لا ديداي نوقن ميس نبي صلى الله عليه وسلم منبرك ايو كوري دنا يسلو منبرك كورسان ايو لبا رقعدود سنة كو توكدي وقتي او تاغن يهي وقتي او ركوع سن يهي منبرك كركيسو كو تاغنا مركا وسجود ايا اما فريسان ايانا وا كسو دغيو ديب انتو او غورتو ايو دولكا كو سجوداي او فدغا اي سجودها يعني دولكو كو سجوداي او فريساني مركا دنو حدنا كو نقولي دنا وحو النبي يقول صلى الله عليه وسلم انما صنعت هذا لتعتموا بي وتعلموا صلاتي وحن سيدا وسمييي سي ا ايغو دايتان صلاديدنا او اقون ستان او غرتان marka tacliin ba nabigu uga jeedi ibadadu waa muujinayay laakin dadku ha kugu amaanaan muraadku ma ahay ee wuxuu uga jeeday nabigu sallallahu alayhi wasallam dadka kayfiyada loo tukanaya bar waa ka bogtaan oo si fiican ku wada arkaan si ay kugu daydaan oo salaadu siday tahay u leeyimaadaan marka waa idhaar ibadati li qasr ru'yati an-nas laha fayahmaduna 'alayha marka wuxuu rabaa inay dadku ku amaanaan taasa waxay tahay riya marka waxa jira riyaul munaafiqiin iyo riyaul mu'miniin riyaul mu'miniin waa maxay qof ilaahay darti u tukanaya waqtiyada qaar ko shaytaanki riya qalbigiisa ku soo tuuraya marka saa waxa laga yaaba asalki cibaadada isagoo ilaahay darti uga jeeda in sifada cibaadada wuxooga dhaadhaado qurxiyo cid mu arkay aad u qadarinayo eegaysa marka siisi ha ku amaanaan riyaga si muxuu ku dhacay sifadii cibaadadu ku dhacay asalkii kuma dhicin saasaawada cibaadadii ma wada buraysa sifaduun ba buraysa dhaadhaadka siyaadada uu la yimi intaas uu ba buraysa asalkii wuxuu noqonayaa mid baaqi ah ayuu noqonayaa sida culimadu taxqiijiyeen oo tilmaameen laakiin ruuxu markii horeba haduu wuxuu u tukanayaaba ay tahay dadku ha ku arkaan oo ha ku amaanaan kaas khayr ma leh riyaagis waa riyaa munaafiqiin bal culimadu waxay yiraahdeen waa gaal mar haduu marka salaada sida uu la yimaado oo muraadku salaada u sameynayaba ay tahay li ajli naas ha ku amaanaan anuu ilaahay dartiiba uba tukanayma marka horeba waxay noqonaysaa taasi yacni gaalnima marka noqonaysaa bay culimo badan yiraahdeen saasaawada xaafid ibn rajab waa ka odhanaya khiyaaga xagga zakada iyo xagga jihaadka iyo waa ku dhici kartaa oo qof muumina waa ka suuragal إنه سكدي يا جهاد في الرياء كل يمادو لكن صلاة ذات الصلاة إنه الرياء كل يمادو لأجل الناس مراد كيسوي هو وحكرب آن وأهين لا يكاد يقع من مؤمن كم الدوانة يصرح مؤمن أين كدعه سأصورنا يا العلامة ابن رجب أورني المهم لمن كان منافقين في وح الله وح خير لا إيمان أيان وح يوجد شيدان استسلموا حضيت هاي الشهادة حضيت هاي الصلاة هذيت هاي عبادات ككلاء هذيت هاي جهات كهذي قلان هذيت هاي زكاة هذي بحيان هذي صومان هذي ذكر لي مادان رمان وحيوجات شيدان يعني دتكو هاي نكو أمانان ومنزلوا ونأكسن يشرف دتك أكتو داكو يالتين مرادكو دواساس وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إلهي لما حصيان وقت يرمو يانا وحكرا حصي مايان ولما وحي إلى ذن علمدو قدر كاير اي حسيانا ولغير الله الرياب اي كتاي حسن البصري وحيري هدو الهي اسقنان لها قدر كاي حسيان قليل كاسي لكان كثيرا وحفر بضنبو نقل لها اوحي الهي اسقني ومركا وكثيرا وبضي يا شاعر باوحي قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل ان يرو حقاك كدع ضاي قفل لكن انت هذا يرير لقو ما الشيقه انت هذا يرير وحوي
وحي إلهي درتي الله سمي وعظيم وويهي وأنا كثير وفربضي. قد هذا ابن دعامة السدوسي إساقل لفتيس هذا المركة هذا الكحسن البصري لمدة أي إساقل عبره أو حيلي قليل وحون نغضي إلهي بان أقبلين يا وذكر أن لا أقبلين ومقبول أن أهي وإلهي أكتس أن لا أقبلين إهدو إلهي أقبل لها وحون نقول لها وحفر بضن وحلو أقبل واينا ومحي ده وحلو أقبل واي وكفر قود الدرادي يعني قال لي ما اللي ما دينه كفري يا النفاق قلب قود كتشرو تاس درادي بان لا أقبلين وحي ونكسن إلا إيمانيان الظاهر كمرك لقائه وقك ونكسن والله وكيلي وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون إن إلهي رسولك سبك قالوا بين مويه وحك لأمديد إن لقى أقبروا وحي بحصدين كفرك كم من عيي بيتك شعر كان سون نقليي حسن البصري إساقه ممشيقين آنقا على سبيل التوضيح ملحاهان سون نقليي وحي لهي نوشيقية منافقين تلبدا قيسود قيستا مؤمنين تأي قيستا قال هذا مدن بطوس إن أنا قتر سنيني لبدا أي نحن نقون إيان ونحن ذلع العليين حديث مسلم صحيح كل سوريا وحشيقية مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة نبي قوحي صلى الله عليه وسلم منافق وحلت الساليه لم يديهي سيدي النيف أريا أولبا أري بحدود كنا نقول إيسو مرنا كاو عرى ريسا وكامر كيو تكتر وكقالو ريسا هدنا وكسو عرى ريسا ككريو سو عرى ريسا لبدا أري مدنا كتشري ميسو حقا أنا مربيو عرى ريسا هدنا كتشوغي ميسي حقا كريو سو عرى ريسا عريقا كريو سو عرى ريسا سيدا سو كلا منافق كدقي يهي أيا النبي قولي صلى الله عليه وسلم الظاهر كي موقال كي مركا لغا ايغو ايمان كي بو موچ السنة يا مركا حقي ايمان كو عرارا موقال كسر مركا لغا ايغو حقي هو السنة كفري كو قرسنة يا قال هذي مركو اتقنا كفري وابا وشيغ يابا او يغو او موچ السنة يا مركا سلاس ايانو لبدا قيسود قيسنا او قچوبي اللهم حيري ان المنافقين منافقين تيخادعون الله الهي بيدك ريان وهو خادعهم وحي إلهي دكريان والحال هو إلهي خادعهم ويقى دكرايه كو إلهي دكرانا جكبتي مي الله وإذا قاموا إلى الصلاة مركي كعان إلى الصلاة صلاة دو كعان قاموا ويكعيان كسالة حاليهين قرعاتسة ووهسن يأيهين كسالة وحي نغنس حالا لازم نغنس وجواب الشرطي قاموا كليا من نقون كره ويا فعل الشرطي جواب الشرطي با اسكو مد نقونيا هدي فعل الشرطي جواب الشرطي اسكو مد نقدان وزيادة اينا كلا لهينا دي فايدة كحصيلة يسا ما جرتو ومعنو ودعيا وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا هذا صلاة وكعا ويكعيا فايدة دي هذا الكمرد ما يسترنا كسالة حاليهم بيكعيا فايدة دي مركا كسالة بيكورد ما يسترن طيب marka xaaladaasi waxay noqonaysaa xaal laazim ay noqonaysaa xaal laga marmaan wey oo sawtay culimadu yiraahdaan xaaladu waa fadlo umde hadalka kama ahee fadlo weeyo waa laga marmi kara sawtay sa yiraahdeen waxa taa laga jawaabaya leeyahay yadoo fadlo marka lagu itlaaqayo xaalka ayaa hadana waqtiyada qaar kood aan hadalkii looga marmi karin oo faa'iidadii ku xirmaysa marka fadlaha ahaade masuulimada oo mansuub ka yaha fadlanimada laga eegayaa aanu marfuuc ahayn laakiin waqtiyada qaar baa laga marmay wala tamshi fil ardi mashi go'dhal la diidi maayo ee mashi khaas la diidiya macna fasidu noqon laha diinta lagu deyn laha waxa loo oran laha arladaba ha socon marka ma in la fadhiisa la raba maye socodo dhal la diidi maaye marxan ayda marxin xaaladahay xaalad isqaad qaadayso kibrayso ha socon xaalad kibir ka maran tahay inaad socoto cidi ku diidi mayso culimada qaarna waxay ka cabiraan oo yiraahdaan xaalkii aan laga marmayn hadalku u baahan yahay baadu ahli cilmi baa yiri xaaladaas oo kala umdu noqday xaal shanqidi labada qowlba wuxuu ku tilmaamayaa kitaabkiisa dafci aham al idraab ayu mowdi'an halkan ahayn ayuu marka ku tilmaamayaa oo kitaabka dafci aham al-idraab kamid marka nafyigu wuxuu u dhacaa xaaladda noocaas oo kala ama nahyigu
قيد كو مركا ودعيا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين دينو إلى هاي عركي نلك أبوري وحق وجرته وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا آيذها متعدد كم معناها كل أروري حال اللاعبين هاي حال أن مبطلين هاي مد النبمان وأبورين حال أن محقين هاي حكمة دي أجيد حق أجيد أيان أبورنا معنو ساسو دعي الله وحيري إن المنافقين منافقين يخادعون الله إلهي بيدكريان وهو خادعهم وحي إلهي دكريان والحال هو إلهي خادعهم يقعوا دكرايو وإذا قاموا مركي كعان منافقين إلى الصلاة صلاة أيو كعان قاموا وحي كعيان كسالا حالي عاجسين وحسنيان أنيات صلاة أين أهين أي كعيان وحي كسالا يهين يرؤون الناس حال ضدك أي استصيان أي كساليهم أما اللي له ذو قاموا وحي كعيان يرؤون الناس أو اللي قبدلو كسالا لفتيد اللي قبدلو وشيغانا علماء قار كتبا بني أبو البقاء يا بني إن بدل اللي قدقو لكن سمين الحالة بوجه بدل كواديني أو وحويري يبدل الكل يبدل البعض يبدل الاشتمال مدنا بالنقل ميس هذا الكوحي يقى أهنا بدل لذا صدح هذا النوع باقيري كرام مركا كل يكو صالة معها بعض يقين معها مركو بصنص مركا وجهة سوى ضعيف لما وجهة كلا مركا في عن وإلا هكو صالة ضميرك أو قدن أيو مستكينيك كو هكو قرصون بالاقة حارين أيها كو صالة وجهة اللباد وإلا هو مستأنف وإلا عصب الله بلا بني يراؤون الناس ضدك استصيان ولا يذكرون الله محصيان إلهي إلا قليلا أي إلا ذكرا قليلا حسير موياني ذكرك لا إله يحصي مايا انت يرين والرياء وحي حصيان يذكرون لك حالين مذبذبين حاليه أي مرددين قار لعلعلي حاليه جلالين كوحو قريا مترددين أي قريا حالي النقنقون أيام مركا وتفسير معنى كلمة اللفتة دي موافق سنة وهي مذبذبين واسم مفعول وي مترددين أنا اسم فاعل بوفصرة مركا مرددين إلا فصرا في عن سيدة بيضاوية إيا علماء كلابا أي كفصرين صاحب الحاشية أو بعضين يابا أو حورنا يذبذبهم الشيطان شيطان كعلعلي بعض كلاو حيرين يذبذبهم النفاق نفاق أي علعلي قراءة كلاو حلسون نقلي اسم فاعل مذبذبين تاسا أفصر ملا هيدا هدا يسقناتو اسم فاعل أفصر ملا مذبذبين وحيحصيان إلهي إلا مركي ليلي ولا يذكرون الله إلا قليلا قليل كلا إثباتنا يو يذكرون أي مركا كعمل فريس إيا رايح صيان موياني الاستثناء من النفي إثباته شيء للنفيه اللي ديري هدي وحلق الصور ربا وحلق الصور ربا وحلق نغنسا وحلق الصغي وحا إلا كور يذكر قوة منفية ولا ديري ما حصيان إلا قليلا وحصيان بمعنى النغنية إنتا يا رايح صيان يذكرون ذا سامرك هذا ومرك اللي عمل سيني انت يرى الرياقة وحي الله إيمان أيان مذبذبين حال العلعلي بين ذلك أي بين المذكور كالصو الشيقين لحديثة كالصو الشيقين وامحي وإيمان يكفري واسم إشاره لما الشيء وكدعا مرك مذكور بان ودعي لا إلى هؤلاء إلى هؤلاء وحي كنت تعلق إيسا وحل قدر إيه كنت تعلق إيسا وحال قدر يا علماء قاركوت فعل بي قدرين او وحي الهدين لا يذهبون الى هؤلاء اما لا ينتصبون الى هؤلاء كوا وما ابتر سنيان سرد مايسترا ولا الى هؤلاء وشكلوا لمرو والا يلهدو وصف حال او مذبذبين اي كعمل فشي اي كتعلق يسا لبدا حرف كتعلق يان وحال العليي لا منصوبين إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء حالا لون نسبين كواسنا لون نسبين كوانا لون نسبين بمعنى مؤمنين تخلص كان لون نسبين قال ذنا أن لون نسبين أصدق ما يسترا لبدا قولوا قولنا أين أقوئين أتوصلوا نسبين حالي سلايه بلع العلي ومن يضلل الله كوكستو إلى هاي بادي أيو فلن تجد له سبيلا ومهل يسيد وضعات كو هانون يسأوه الميس صلاة دي اوقي مهب بضميد عبادات كشهادة مركا لغي مادو
ayaa nimanka agtooda sida ka ah waa inay si wanaagsan ula imanayeen oo muuqaalkoodi iyo baatinkoodi mid walba xun yahay iyagoo firfircoon oo faraxsan oo nashaad leh oo salaadii niyad u haya oo daahirkoodu caynka yahay iman maayaan xagga baatinkoodana iyagoo riya iyo istuska buuxa imanaya marka ruuxa muuminku waa inuu saa iska ilaaliya sifada salaada inuu caajis kula yimaado waayo shabah waa inaanu ku yeelan munaafiqiintii salaada markuu u kacayo isagoo ku faraxsan oo nashid ah oo salaadii u firi fircoon waa inuu la yimaadaa salaadiina waa inuu khushuuc kula yimaadaa khushuuca oo ilaahay isu dulleeya oo qalbiga soo xaadiriya oo adduunyadii ka xidha ma ogid salaadan salaad ka dambaysa inaad tukan doonto ma ogid nebigu wuxuu odhan jiray sala allahu calayhi wasalam salli salaata muwaddic mid adduunyada sagooti iyo salaadiisoo kale tuku geeridu gooray ku iman doonto ma ogid kolba salaadaad tukanayso waxay yidhaahdeen culammadu xadiiska markay fasirayaan waa inaad yacni marka ugu dadaashaa si ay tahay salaadani tii kuugu dambaysay ee aad tukanayso ila kama warqabtid adigu yeel tii kuugu dambaysay ee tukanaysay haddii lagu yidhaahdo taasaa kugu dambaysay si aad u wanaajin lahayd waa inaad ugu dadaashaa oo wanaajisaa arkaanteeda tumaniinadeeda xasiloonideeda khushuucdeeda qiraa'adeeda yacni marka waa inaad ugu dadaashaa salli salaata muwaddic tumaniinadiina waa in lala yimaadaa salaada lagu xasilaa salaadii qubqub in lala yimaada maa waayo munaafiqiinta qubqub la yimaada oo nebigu muxuu yidhi sala allahu aleyhi wasalam wuxuu yidhi tilka salaatu lmunaafiqi tilka salaatu lmunaafiqi yaqcudu yarqubu shamsa xataa idaa kaanat bayna qarnay shayaanin yacni wuxuu nebigu yidhi sala allahu aleyhi wasalam taasi waa salaadii munaafiqa taasi waa salaadii munaafiqa waa iska fadhiisanayaa oo qoraxdu iska sugayaa casarkii hore u tukan maayo qoraxdu laba geesoo shaytaan dhexdooda markay joogto qaama fanaqarahaa arbacan laa yadkuru allaha fiiha ilaa qaliilan afar buu ka qubqubsiiyaa aanu ilaahay xusaynin in yar mooyaane wax kale xusay muslim baana saxiixa ku soo wariyay fi saxiixi muslim ta kale waxa aan baraarujinayaa salaada waa in lagu dadaalaa oo qiraa'ada iyo waxa la akhrinaya waa in aada loogu dadaalaa maanta dad badan oo tukanaya waxaa laga yaabaa faatixadii iyo atxiyaadkii inaynay hagaajinayn haddii xataa dalabatulcilmiga qaarkood la weydiiyo la yidhaha faatixadu imise shad bay leedahay waxaa laga yaabaa inaan u garanno intuu doono inuu ka tagaa dhici kartaa shadku waa xaraf haddii atixiyaadka ama faatixada shad shadadkeeda ka mida aad ka tagto waxay ka dhigantahay xarafka inaad ka tagtay salaadii ma asaxayso laa tasix hadii salaa waayo xaraf baad ka tagtay mar haddaad xarafkaa ka tagtayna salaaddu asix mayso salaama nafsiga markaad salaama naqsanayso haddaanad siinka shidin dee salaadii kuma jirto assalaamu waa inaad tidhaa siinka waa inaad shidaa assalaamu calaykum haddaad iska tidhaahdo asaxaynka ma tidhaahdaan assalaamu calaykum assalaamu siinka waa in la shidaa siinka haddii shadkiisa laga tago salaaddu ma asixin marka waxa weeye waa in lagu dadaalaa in la ilaaliyo yacni salaadda aad iyo aad waa in loogu dadaalaa allah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyayow laa tattakhiduu alkaafiriina awliyaa'a min duuni almu'miniin laa tattakhiduu ha ka yeelanina alkaafiriina gaalada awliyaa'a saaxiibo iyo qaala jeceshiina ka dhiganina min duuni almu'miniin xaal aad tihiin mutajaawiziina qasra alwilaayati cala almu'miniin inaa muwaalaadka ku koobtaan mu'miniinta xaal aad ka tallaabaysaan oo gaalo inaad ka weli yeelataan u tallaabaysaan gaalada ha ka weli yeelanina aturiiduuna ma waxaad doonaysaan an tajcaluu lillaahi calaykum sultaanan mubiina an tajcaluu inaa u yeeshaan lillaahi ilaahay u yeeshaan calaykum idinka korkiinna ugu yeeshaan sultaanan xujo iyo daliil xujadaasoo mubiinan ay bayinan cad ina almunaafiqiina munaafiqiintu fi ddarki alasfali dabaqadda hoosaynta badan bay ku sugan yihiin min annaari xaal darkigaasi min annaari naarta ka mid yahay dabaqaddaasi xaalay naarta ka mid tahay ama kaa hooseeyaa xaaluu ahaaday oo asfal damiirka uu godanayo mustakiniga ku ah oo huwa ah oo darkiga u noqonayo laga xaalayo walan tajida heli maysid lahum yaga u heli maysid nasiiran cid u hiilisa heli maysid oo cadaabka ka mancida ama ka soo saarta ila alladiina taabuu cid nasiira u heli maysid ila alladiina kuwii mooyaane cid kale u heli maysid nasiir u heli maysid cid kale oo munaafiqiinta ka mid ahayd
تابو توبت كيني كوي توبت كيني مويان النفاقي كتوبت كيني وأصلحوا هجاتشي عمل كودي ظاهرا وباطنا كر يكل هجاتشي واعتصموا بالله إلهي ككل صونادو إلهي قبصدو تلسارت وأخلصوا دينهم الصافي يلو أخالص يلي دينهم عبادتو دي لله إلهي الصافي يلي فأولئك كوى اللصو شاقي أسفد عليه مع المؤمنين المؤمنين تلا تشركوا ضي أهادين وحا مؤمنين تهيليان بيهيليان فالرأي سبوحوا لما وحي لما عنا طيب معنى من مع المؤمنين أي من المؤمنين المؤمنين تيكم من أهادين وسوف يؤتي الله وقت الدنبو إلى هاي سين دونا المؤمنين المؤمنين تا أجرا أجر أجر كاسو عظيما وينبضا ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم ما يفعل الله أي شيء يفعل الله شيء يبو إلى هاي السمين يا وكفر يا بعذابكم عذابكنا وماذا اللي إله ذو استفهامية حين نقول إيسا مركا محل نصب إن يتالو يفعل مفعول كيدي يهر مري إلا السدارة إلى هذا هاي أسماء الاستفهام يعني سال إله ذو وكي اللي بادوا اللبنية وإلا إله ذو ما دوا النافي وما يفعل الله إلى هاي وحبا كفر ما إيو بعذابكم عذابكنا وإذن عذابه إن شكرتم وآمنتم لابد معنا نوع سوتة جيسايو استفهام هذه اللوفة صيرو سؤال لوفة صيرو واستفهام بمعنى النفي صورة هي صيغة سؤال أهل معنوه مركان النفي بوضعية وسوتة جيه إن شكرتم هذا شكر النقدان وآمنتم آرميسان إلى هاي وحب عذابك إن كفر ما يؤذن مع عذابيه وكان الله إلى هاي وحو أهذا مرو البنية هاي شاكرا مذ شكر النقة أيو إلهي أهاضي وعمل خير إلا لي ما دو جزائي الثواب وين كبحية عليما من علم بضنب إلهي أهاضي آيادنا إلهي وحينا وشيغي مؤمنين تأسغوا يا ريمك عيمانك أيو حكرب يا إني كي شان قال هذا أولي أي كردتان ولاتك قال هذا آيات فرب بضنب قصة أروري سورة آل عمران وقصة مري سورة سورة النساء وكهينا سورة المائدة إن شاء الله تعالى وقلت لي دوننا يا سورة ذكرها مركا قال دي إن موالات لصيه ويقل لدويسته وصاحب الله قرد اكتوم بنانا أنواع ده موالات كان وحكم إذا درسي هرين قصو الشيقنا مركا دقمدا منافقين تي أخلاق دو ده وحكم إذا إنه قال دي كولي يلنا يعني إلا يقى هوستي قال لي مكا قرصاني لكن تفصيل كأحكام تقصى بصن موالات كنوع كم دي وحن نغنى يا كفر أكبر قال لمدي وينيد أي نغنى نوعنا وحن نغنى يا دون ذلك وحن نقص الشرح دونا إن شاء الله تعالى سورة المائدة ومن يتولهم منكم فإنه منهم آيات يا آيات كلا يلمتك يا سورة المائدة كتشرين إن شاء الله تعالى قص الشرح دونا وحن نسسيهر مرينا إنا قال هذا هدي وحا الله شعلان أيوه اللود ويسنا يلوغ وليالنا يا أي نقطة كفر إن لغو وافق أما لغو أطيعه أما تشعيل دين تود اللي تشعيلي هاي أي نقطة وقال لماذا هذا اللي تشعيلي هاي لأجل كفرهم لغو وليالنا موافقة لدينهم يبغض الدين تمركا للنعبي هاي أما حلاشة لحلاشنا يو موالاتك قال هذا اللغرنا يو قال هذا إن لغو وليا شاب حاران ما هي وأرم بنان وحلال أه صور كنوع عسى قال لي مدي وينيد نغنيس لكن أنواع موالاتك ما وضعها إنه وضع قال لي ما تايمها هذه أشياء ذا إنه شجنا إنه أن نغنيس إنه وحين نغنيسا دم بجده هكلوا وينادي ده وحين نغنيسا مع سك سكيس قال لي مدي وين نغنيس يعني كبائر الذنوب نمرك وحين ونغنيسا قاركيد ونغنيس لكن صور كأنه شجنا أي كفر أكبر أي نقول إيسا لكن وحي نكون تفصيلين دونا إن شاء الله تعالى في سورة المائدة إلا هاي وحي نوشيغي يا منافقين تا طبقات النار تاوغوه سيسين يقليا وحلقا قادنا يا نار تا طبقات كيدو إني كالهو سيان وچران چرا كالهو سيسائيه وچندو وحي لديه الدرجات والدرجات وحق سريو سعودان وحي وكال قيمة بديه منازيشا يا قريها چندو يا طبقاتها چندو سيدا يوكل السرية أي يوكل قيمة بديه
نارتنا وحي لذا يدنا الدركات دركات كو وحي نغنى إلى الأسفل يقو حق هوسع أي طبقات كالنارتو أي أكل هوسعيا وحين أكل الشدة بذيه سيدا أكل هوسعيا بي أكل الشدة بذيه أو أكل نبات بذيه مركا منافقين تو إليهين طبقات النارتو هوسعيسا إلا قلنا أيو أيو إلهين الشيغية منافقين تا طبقات النارتو هوسعيسا إلا قلنا أيانا وكو النفاق ودو اعتقادك أها أو قال لماذا قرسني إيمان كان موجسني لكن كي مؤمن كأها إيمانك سناقص كأها الصفات كي منافقين توح كم إذا الليمي هيا شن نفاق ويناء كل عين الليم النفاق العمل أما النفاق دون النفاق منافق لما كسو كيسا منافق لما دي وينيد إساقو مركا من نغانا يوعيد كانينو كر موبا يو طبقات النار توقوها سيساكو اللو بقو دي كم مدأها وحن نغانا يا مؤمنين تي أهل الكبائر كأها أيو لم ديهي ساسو نغن نفاق عملي قانا وحالا ينوغو شاقي حديث تقاركود سيدا حديث كي النبي قولي صلى الله عليه وسلم آية المنافق الثلاثة على مدى المنافق وصدح إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان على مدى المنافق وصدح بأن النبي قولي صلى الله عليه وسلم هدو شاكي يبينبو شاقا وددك بينبو كوها ساويا هديو بلن قادنا بلن كوا قوبيا لا أم أوفيو هدي لا آمننا وخيامية صدح ذا على ماء وعلى مضى حديثك الصحيح عنك ساس الشيقية حديثك لوح الشيقية أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها حديث صحيح عنك كسار ري بخاري مسلم وعشيقية إن النبي صلى الله عليه وسلم أفر خصلة أما أفر صفة عدة يخصوا قنطهي وحو النقنى يا منافق خالص النقنى يعني النفاق سبرح لأيهي صفة كم إذا أفر تاك يخصوا قنطهينا وحو النقنى يا مد صفة صفات كي منافقين تكم إذا يخصوا قنطهي إلا أكتغيه إلا أكتغيه أفر تاسوا محي إذا حدث كذب هدو الشاكي بينبو الشاقع وإذا أتمنى خان هدي اللي آمننا وخيامي وإذا عاهد غدر هدو بلن قادنا بلن كواب بريا وإذا خاصم فجر هدو دودنا وادن بابا يواحد قدبا وحتى حق هدو الشاقنا يحقي سكو ماتشوغو وكالطلابيا واحد قدبيا في رواية مسلم الصحيحة كالصورية يوحو الزيادية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم هبت كدو وهصوم وهشيقتو إنو مؤمن يهي ومنافقوي حديث كاسو كلاو حلقايا ببعض الطلبة مركي أركان إنا يلهدان محال لورانا يوان نفاق دون النفاق سو كان نبي قولي كان منافقا خالصا ومنافق برحلة حدنا سو كان نبي قولي صلى الله عليه وسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم زعمي قنا وح الله استعماله وح كذبك أي الله استعماله شوابت يد وحي طهي علماء أهل السنة والجماعة وحيكو إجماع سيه أشياء أفرت حديثك الشيقي بأن تمرها دان لغا الشيقين إلهي الرسول كيسي حديث الناس لغو الشيقي يددك مركا وح الله غو الشيقين أيه لكن إلهي الرسول كيسي أن لغو بين أبورا وبين لغا الشيقين أما ندي التوحيد كان أن لخيامين شرك لقرسن للشريعة دمان تدوى أماني إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض ميثاقي بلن كان لقاضي ألست بربكم قالوا بلى إساقنا أن لبرنن يا إعي النقنا إساقون ضدك وحي الله بلن قاضي إن وقتي هذا قار كود لك قبحه خصومة فجور لقود عيا لكن فجور كان لقود عيا كفر أنو قارسيسني أهل السنة والجماعة وحيكو إجماع سيهن قاطبة لما أنتود نفاقي أكبر كأهاي النار تلقو واري طبقة دوه سيسا النار تلقو قليي إنا نغني سنعكو إجماع أنه حقي هو سبيل المؤمنين كيو دين لخلافة ما بنانا ويتبع غير السبيل المؤمنين واللي ما تولى سأسأودد أي علماء مركا أي شيئين تفصيل كائنة كسبانت إمام البخاري صحيح صحيح بابا يسنى يا باب نفاق دون نفاق
حسن البصري وحويري نفاق واللبا النفاق النفاقان نفاق التكذيب ونفاق العمل أئمة التابعين تكمدها نفاق واللبا النفاق واللبا منافق نمو نفاق ونفاق بين انته نفاق التكذيب بالله يدهدا نفاقنا ونفاق العمل مركا فعل كي منافقين توكل إلا لي ما فعل الشبه كله نوع نفاق لقدت المامية لكن نفاق النار تلقوا ريما سيدا خصال كقار كود كفر اللوغو إطلاقي وهدنا كفر أكبر كان لوغة شيدين أي أنه غريسة سباب المسلم فسوق وقتاله كفر كفر كاستوض أكبر ما هدي يضو اختتال كدعيو والله يصلينا يا أيها الدنا إيمان إلهي كشاك وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما وعكلوا إلهي لي إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وعكلوا الله لي فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف من أخيه وأخوة الدين وهكذا نبي محكور صلى الله عليه وسلم عكور علي بن أبي طالب لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق عليو كمتش على هذا مؤمن مويانا عتكلا كمن النعو منافق مويانا عتكلا دي هدي وحوي الصحابي صحابي كلا وحد حمران ويسوع روضان موحى الورانا يا ونفاق اعتقادية صحابة دقار كود الفضلاء واختي دقار كود علي وحد حمرين دي نفاق اعتقادية نما بل فاطمة واختي دقار كود وبع روطي علي مع مرضى بحمرت نيني حاس كيسي ديس وسمرد عام واختي دقار كود مركا صادع علينا كسوع روضا ومسجد كمركا كيف صدق قم يا أبا تراب دي مركا وحوية لو ما تشيدو مركا استقو بعد أي بعضو وعلي إذا يسوع روضان إذا على يسوع روضان إلا بإلا ومنافق نفاق يسوع اعتقادي هو النار تقليه وطبقة دبوه سيدي نار تقليه اللي قمت شيء نبي قوحوا لحديثك لو صحيحة قصدا آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار نبي قوحوا صلى الله عليه وسلم على مدى إيمانك وأنصار إلا تشعلاده على مدى النفاق وإن أنصار لنا كل ذلك وحلوقت شيء ده وخصال يعني خصال كي نفاق كم ذا أي اللغة شيء ده لكن نفاق اعتقادي قال النار تلقوا وريا والنفاق التكذيب أما والنفاق اعتقادي كاي علماء ذك عبريا قال لي ما الله قرصني قال لي ما الله قرصني يا نوع عدون تانوتو شيء كسته قال لي ما الله قرصده أما التكذيب ها هذا أما وحكرها هذه وحن نغنى يا نفاق اعتقادي ونغنى يا عندي كل ما تانا طبقت وهو سيسين نار تجريا نفاق عندي كتوبة كنته وعمل كيسي هجاجسة وإلهي كوكر صوناته وإلهي قبصته عبادته إلهي أخالص ياشة يعني مؤمنين توحي إليهم بلي كوحلقة قادنا يا نفاق إن لقى توبة كينا إنا الصورة قلتها لكن على ماذا قاركود وحي إلهدين أفر الشرطة لوحرا والتوبة إلا لي ما دو هدنا إصلاح للي ما دو هدنا وحوي مركا قبص شيء إلهي إلا قبصنا يولا كوكر صونانا يلا لي ما دو حدنا إخلاص عملك يا عبادة إلهي اللو سافي إلي للي مدو إلا حدنا إخلاص الله لأيمنين دم بيقي لك مفقين شروط دي عامك يا توبد بو علي شروط دي عامك محايا هاي الإخلاع عن الدم بيبا كم إلها دم بيقود محوها كفر إنا يقرصنا يا كفر وين يكبحا رياء إنا يكسو غيه الرياء وين يكبحا وإخلاص لأي مدى وين يكتران يوضان وحي كسو غنايه وين يقو أنصدان دبين أن يقول لاب من وقت التوبه كان وين وقت التوبه الله اقبل يا وحاله الغرغره اين هي حالته النفط سو غادي دونت سو غادي وين حالته اين هي الغرغره هدي سو غادو دونت اي النفط سو غادو يعني لغما اقبل وقت توبه ان الله يقبل توبه العبد ما لم يغرغر نفط انت اين دونت سو غادي توبه الى الله ادونك وك اقبل ايات كلا الى الله وحينو شيغيا ان انو الى الله ددك انو عذابين ان هدي شكر يا ايمان لي ما دان أو إيمانك وحسوك لي التوحيدك يا أركان الإيمانك إلا الرمية الرمان شيء كستو اعتقادك سواجب يا سوك لي إيمانك شكرك أنا وحسوك لي عملك ونكسنا إلى الإيماني مركا منعمك النعمين يا النعمة اللفتة دي مد والبوين مركا قران وتوحيدك يا إيمانك لا إيمادان نعمة دينا وين قران وخشكر النقان نعمة دينا أين يؤديكسن مركا الدنب يؤديكسن وحي لهذا العلماء تمام الشكر وحكم ذا إن النعمة لو كاشنن معاصي الذنوب إطاعات كلف رب صدق الله وحر يا أيها الذين آمنوا كيروا ما ييو لا تتخذوا هكيا لننا الكافرين قال ذا أولياء صاحب يقال تعشنا كرغننا
من دون المؤمنين حالا كتلا بيسان وكقد بيسان مؤمنين تا إنا موالاتك ككوبتان كقد بيسان وقال هذا إنا كوليالتان وقد بيسان أتريدون ميا دون إيسان يعني هدونينا معنه دعيا أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إنا أويشان إلهي عليكم إذنك كركين أو أويشان أما عليكم سلطانا لقى حالي عليكم حال سلطانك وهذا عليكم كركين متكسغان وهذا سلطان حجة الدليل أو يشان دليل كاسم مبينا عد يمعنى الدليل عذا ويدك عذاب وإن إله ويشان ميادون إسان وعبد الله بن عباس كأصحضي إنه يريد سلطانك استوء قرآنك كسغاني وحويا وحجة حجة دوي ابن كثير كوحرانيا سنة صحيحة وكسارة إن المنافقين منافقين في الدرك الأسفلي وحيكس غيهن طبقات دعوه الصيصاء يكس غيهن حال الدرك قاسي من النار النار تكمد هذا أما وحوقه سيئ الدرك قاسي من النار حال النار تكمد هذا والأسفل هو ضمير كأهي وقدن أيه لقح عليه مركة كان الدرك قال لقح علينا الدرك مركة لقح علينا عاملك استقرار كنقن أيه ولن تجد أهل ميسد لهم يقعوه أهل ميسد نصيرا عدوه رسو عذابك كبد باديسا أما الطبقة داهو سكسو سارتوه أهل ميسد إلا الذين كوين ماهي علماء قار كود وحيدا دن استثناغ ومنقطع وكو الطبقة دا النار تلقلين يكمم مدأها كو انطوبت كان مركا معنو حود عيا لكن الذين دبادو حلقا خبريا جملة دا فأولئك مع المؤمنين أيا لقا خبريا علماء قار كودنا وحيدا دين وحلق الريبية في الدرك الأسفلي وإلا الذين كواس يقول الدرك الأسفل كما سبنا علماء قارنا وحل يعني لهم ضمير كمجرور كأبا لقى الريبية ولن تجد لهم أهل ميسد منافقين تاس نصيرا عدوه لسوء قرقارته الميس إلا الذين كوي موياني انت كلا عدو قرقارته عذاب كبد بادي سهل الميس تابوا توبت كياني ومنافق نمدي كالتوبت كيان وأصلحوا هذا شيء عمل كودي ظاهرا وباطنا وحيفس هاديين إصلاحي واعتصموا قبصدي بالله إلهي قبصدوا إلهي ترسارتي أما واعتصموا أي وثقوا كرسوناضي بالله إلهي وأخلصوا دينهم الصافي إلي دينهم عبادة دي الدين كودي لله إلهي الصافي إلي فأولئك كوا صفض الله سوشي غيلي مع المؤمنين المؤمنين تلتشير كودي أهادين ويقول لفتو دي بعد المؤمنين ساساوي ذا فراء وكورانية مع المؤمنين أي من المؤمنين مؤمنين تيكمد هذين وسوف يؤتي الله وقت الدنبو إلى هاي السين دونا المؤمنين مؤمنين تا أجرا أجر أجر كاسو عظيما وينبضا يؤتي وفعل مضارع جازم قريم هدنا يؤتي بأصل كواها يؤتينا ما قرنا يؤتي كليا قرن صابت أو قرن تاي وحي تاي أخرين تمرك الله أخرين أيو دي يأدى لما أخرينين والتقاء الساكنين بقضعي لبس ساكن ما دام كل من يأذى أخرين تلا أخرين يؤتي نطقي غوا كرد عضي سيدي النطقي غا يقرد عضي با رسم غا يدقال كان اللوغ الريدي اتباعا للنطقي وصحابة دي سيدة أخرين ساسا أود قرادة بدن كود وحي لهدين هدي حتى اختبارا أما اضرارا ليسكو تاقو وحل ليسكو تاقيا تأذو الله الرابي يؤت تأذو الله الرابي ليسكو تاقو ما لبضنا وكل الله مدين واتلا يوم يدعو الداع بالمدى يدع ويمحو الله ما يشاء بالمدى ويمحو ووق مقرنا يمحو لمرنا كل ذلك التقاء الساكنين كودعين قرادة بضن كودنا وحي لي هذي اختبارا موضع وقف ما هي اختبارا أما اضرارا هذي اللي سكتاقو وحال سكتاقو يا مركع على الرسم سيدة قرن أكثر كساسة مرين ما يفعل الله إلى هيكم فريو بعذابكم عذابك إنه وحبك فريمان إن شكرتم هذا شكر النقدان وآمنتم الرميسان وحو عذابك إن كفر أيام ما شرتو جواب الشرط يجب أن يظهر الدالئة وكان الله إلهي وحو هذا مر والبنية شاكرا من شكر النقاء أو عمل كير جزاء وين كبحية شاكرين تنوات شعليها وانا شاكر تصوح يكوت السنيسا شكر يقول سيدة وفي عيها يكوت السنيس ما دام صفاتك إلهي بشكر كم يديهي أسماء إلهنا شاكر يشكر بك مده عليما وحي إلهي هذا من علم بضنبو هذا الكاهن قد شوق والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.